متابعي جوابك، أهلا بكم. ما الذي حدث لعائلة بابلو إسكوبار؟ بابلو إسكوبار أسطورة المخدرات، الرجل الذي سيطر في قمة مجده على 80% من تجارة الكوكايين في الولايات المتحدة، مما جعله يحصل على لقب ملك الكوكايين، وتصنفه أيضا مجلة فوربس كسابع أغنى رجل في العالم. كان إسكوبار أبا لطفلين هما أخوان ومانويلا، وكان متزوجا من ماريا فيكتوريا هيناو، ولكن كان هناك العديد من الشائعات حول أنه كان لديه العديد من العشيقات، مما جعل زواجه في ورطة. لكن في الحقيقة جرائمه كانت تتعدى الخيانة الزوجية، فبتوسع نفوذه وازدياد ثروته تورط في أعمال قتل واغتيالات، وكان نفوذه قويا لدرجة أنه كان لديه علاقات في الحكومة الكولومبية. في 2 ديسمبر من عام 1993 ميلادية، تم إطلاق النار على إسكوبار وقتله في تبادل إطلاق نار مع مجموعة خاصة من ضباط الشرطة الذين تم إعدادهم خصيصاً للقضاء عليه. وبعد موته ترك إسكوبار العديد من الأشياء، من ضمنها إمبراطورية مخدراته، ثروته وممتلكاته، والأهم من ذلك عائلته. نحن هنا اليوم وبعد أكثر من 20 عاماً على موته لنتحدث عن ما حدث لعائلة بابلو إسكوبار بعد موته. زوجته ماريا فيكتوريا هيناو التي ولدت في عام 1961 كانت قد قابلت بابلو عندما كان بعمر 13 فقط، وكانت متأكدة حينها أنها قد قابلت حب عمرها. وبعد 17 عاماً معقدة من الزواج بإسكوبار مليئة بتجارة المخدرات والعنف وربما الخيانة الزوجية المزعومة مع عدد من العشيقات، لكن ماريا كانت ما زالت تعتقد أنه حب حياتها وتتذكر اللحظات السعيدة التي جمعتهما معا. فتقول: كل شخص يحلم بالذهاب إلى عالم ديزني، وهو كان يتصرف كالطفل مع سيباستن في الحديقة هناك، فكان يقوم بركوب الألعاب معه بالرغم من خوفه منها، فقد كان يفعل كل ما بوسعه لجعل سيباستن سعيدا. لكن الحياة لم تكن دائما وردية أو عبارة عن رحلات عائلية، فلقد تعقدت الحياة عندما علمت بطبيعة عمل زوجها. هي لم تكن مهتمة بأن تصبح شريكته في الجريمة، ولكن حبها له جعلها ترضى بأن تعيش مع شخص خارج عن القانون. بعد موت إسكوبار لم يكن من الصعب عليها التخلي عن عرش إمبراطورية مخدرات زوجها، فقد فضلت أن تعيش هي وعائلتها في هدوء وسلام، حيث حاولت الهرب هي وأطفالها الاثنين خارج البلاد، ولكن ذلك لم يكن سهلا. فقد حاولت الهرب بالبداية إلى موزمبيق والبرازيل وألمانيا قبل أن يتم قبولها كسائحة في الأرجنتين، ثم قامت بتغيير اسمها من ماريا فيكتوريا هيناو إلى ماريا إيزابيل سانتوس كاباليرو، وهذا مكنها هي وعائلتها من العيش في سلام لبضع سنوات، حتى اكتشفت السلطات في عام 1999 ميلادية أن ماريا إيزابيل سانتوس هي في الحقيقة ماريا فيكتوريا هيناو زوجة بابلو إسكوبار، مما أدى إلى اعتقالهم بتهمة غسيل الأموال في عام 2000 ميلادية، وقضت هي وابنها خوان بابلو عدة أشهر في السجن. وبعد سجنها قامت ماريا بالتصريح أنه تم سجنها في الأرجنتين لكونها كولومبية، ولأنهم يريدون محاكمة شبح بابلو إسكوبار، ولأنهم يريدون أن يصدق الناس بأن الأرجنتين تكافح المخدرات. وفي النهاية لم تتمكن السلطات من إثبات أن لها أي صلة بالجرائم، فتم إطلاق سراحها. بعد ذلك اختفت ماريا عن الأضواء لمدة تزيد عن 2 من الزمن، ثم كسرت صمتها بإطلاق كتاب بعنوان ميسيس إسكوبار ماي لايف ويذ بابلو، سيدة إسكوبار حياتي مع بابلو، وسلطت فيه الضوء على شخصيتها وشخصية زوجها الشهير، وما زالت تعيش حياة هادئة مع أولادها وأحفادها في الأرجنتين. ابنه يقول: ابنه: أتذكر أنه أعطاني الكثير من الحب بتواجده معي ومع أسرتنا في المنزل، لقد كان رجلا جيدا معي وحصلت على كثير من الحب منه، هذا ما أتذكر.
أتذكر أيضا عندما ذهبنا لمشاهدة القرى الفقيرة في كولومبيا لمساعدتهم. هذا هو الأب الذي أتذكره في البداية، خوان بابلو إسكوبار، المولود في عام 1977. قام هو الآخر بتغيير اسمه مثل والدته إلى سيباستيان ماروكين عند وصوله إلى الأرجنتين، وهو الآن مهندس، مصمم، محاضر ومؤلف، وربما يكون نادما على تغيير اسمه لأنه أطلق خط ملابس وأطلق عليه اسمه إسكوبار هيناو، وهو اسم خليط بين اسمي والده ووالدته. وخط الملابس الآن يحمل صورة إسكوبار، ويقول سيباستيان إنه يطمح إلى تغيير صورة العائلة إلى شيء أكثر إيجابية. كان سيباستيان دائما صريحا عن الأمور التي تخص والده وعائلته، ولكنه قال إن مقالة مجلة فوربس التي تم ربطها بامتلاك عائلته $3 بليون كانت سببا في تعاسة العائلة، فلقد أدت هذه المقالة إلى ابتزاز وخطف بعض أعضاء العائلة من الأقارب بما فيهم نفسه، فلقد هرب من 9 محاولات للخطف قبل ذلك. كما تحدث أيضا عن مسلسل ناغروس الذي تم عرضه على شبكة نتفليكس، وقال إن الحقائق بالمسلسل تم تزييفها وتقديمها بشكل غير صحيح لأنها تمجد فترة الحكم الرهيبة لوالده في كولومبيا. وبشكل عام أراد سيباستيان أن يعرف عامة الناس أنه بالرغم من النفوذ والمال والأعمال الخيرية، أن بابلو إسكوبار كان مسؤولاً عن موت الآلاف، كما دمر حياة ملايين العائلات، وهذا شيء لا يمكننا التطلع إليه أو أخذه كقدوة. وفي عام 2014 أطلق سيباستيان كتاباً بعنوان بابلو إسكوبار ماي فاذر، أبي بابلو إسكوبار، والذي قدم تفاصيلاً عن حياة بابلو الخاصة، كما ساعد في إنتاج فيلم وثائقي بعنوان The Sins of My Father، خطايا والدي. ورسالة الفيلم كانت أن عنف عائلة إسكوبار انتهى مع الجيل السابق، على عكس ما كان يعتقده البعض بأن سيباستيان سيعود للانتقام لموت والده. شهد سيباستيان وهو يقوم بزيارة أسر العائلات التي تضررت بعنف والده واغتيالاته، وقدم اعتذاراً عن هذه الجرائم. وفي مقابلة تم سؤال سيباستيان لماذا لا يعود إلى وطنه بعد كل هذه السنوات، فقال إنه اضطر إلى انتظار 14 سنة بعد موت والده حتى يستطيع أن يودعه بسبب التهديدات، فقد تم إخباره أنه إذا رجع فسيتم قتله، لذلك اضطر إلى البقاء في الأرجنتين، فلم يكن لديه خيار العودة إلى كولومبيا، فلم يكن هذا خياراً متاحاً له. سيباستيان ماروكين استمر بالتحدث عن والده، وليس من أجل تلميع صورته أو تمجيده، ولكن من أجل السلام وليرجو المغفرة باسم والده الراحل. ابنته مانويلا إسكوبار كانت فتاة أبيها المدللة عندما كان حياً، فكان من المعروف أنه سيفعل أي شيء من أجل أميرته الصغيرة. ففي إحدى المرات طلب من رجاله أن يقوموا بتثبيت جناحين وقرن إلى حصان حتى يبدو مثل حيوان وحيد القرن الخرافي أونيكورن، لأن ابنته أرادت واحداً. وعندما كان يقضي وقت السجن في سجن بناه هو لنفسه، قام ببناء بيت لعب لابنته حتى تكون بالقرب منه، ولكن للأسف مثلها مثل باقي عائلة إسكوبار مرت حياتهم بصدمة عنيفة من التغيرات عندما مات بابلو، لكنها كانت في 9 من عمرها فقط، ومثلها مثل عائلتها تم تغيير اسمها عندما استقرت العائلة بالأرجنتين، وأصبح اسمه الآن خوانا مانويلا ماروكين سانتوس. ومرت حياتها بتغييرات كبيرة بعد موت والدها، فبعد أن كانت ابنة رجل يمكنه حرق المال فقط للتدفئة، أصبحت تكافح في الطبقة المتوسطة، وحضرت تعليمها في مدارس عامة كباقي العامة من الطبقة المتوسطة. وبالرغم من أن أمورهم استقرت في الأرجنتين، إلا أنها لم تكن تشعر أبداً بالأمان، فبالتأكيد أثر عليها القبض على أمها وأخيها وسجنهم، بالرغم من أنه تم استثناؤها لكونها قاصراً، وأيضاً بالرغم من عدم اتهامها بأي تهمة طوال حياتها، إلا أنها تعيش في خوف دائم من أن يتم مطاردتها أو أن تخسر عائلتها بسبب جرائم والدها. وهذا أدى إلى أنها تعيش حياة خاصة بعيدة عن الأضواء مقارنة بأمها وأخيها،
فهي تحاول الابتعاد عن الصحافة وعن تاريخ عائلتها، لذلك هناك القليل من المعلومات عنها، ولكننا نعلم أنها تمتلك شهادة في العلاقات العامة. كما توجد إشاعة أنه ربما يكون لديها ابن، لكن تلك تبقى إشاعة. صمت الصحافة هو أمر جيد بالنسبة لها مع كمية الارتياب التي لديها والمخاوف من أن تتم مطاردتها أو أن تخسر عائلتها، فقد تم الإبلاغ أنها حاولت الانتحار من قبل، كما أنها ضحية للاكتئاب عدة مرات. وفي مقابلة مع سيباستيان قال إنها تتلقى علاجاً نفسياً. أخته وأمه. تقول والدته: أعلم أنهم يلومونه على كل شيء سيء قد حدث. أنا أريد أن يتم تذكر الأشياء الجيدة التي فعلها، لأنه لم يرتكب أشياء سيئة يقولون أنه قد فعلها. لقد بنى ملاعباً ومجتمعات سكنية للفقراء، ولم ينتبه أحد إلى ذلك. كابن، لن يكون هناك ابن أفضل منه. والدة إسكوبار التي اسمها هيرميلدا ديلوس دولوريس كافيرا كانت مساندة كبيرة لابنها حتى اليوم الذي ماتت فيه عن عمر يناهز 89 عاماً، وذلك بعد 13 عاماً من موت ابنها. ليس هناك الكثير من المعروف عن هيرميلدا، وبالرغم من أن ابنها كان مسؤولاً عن أكبر تجارة لمادة الكوكايين في العالم وكان مسؤولاً عن موت آلاف الناس، كانت أمه ترفض دائماً رؤيته على أنه مجرم. أما بالنسبة لأخت بابلو لوز ماريا إسكوبار، ربما لم تؤلف الكتب أو تجري مقابلات تلفزيونية عديدة، لكنها تقوم بترك رسائل على قبور ضحاياه، وتقول إنها تفكر يوماً في الحزن الذي نشره أخاها، ومن المحزن أن ترى أفعاله تاركة ندبات على أسرتها وبلادها الحبيبة. وإلى هنا أحبتي نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من متابعتها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديدنا. شكراً لمتابعتكم، في أمان الله وحفظه.